بسم الله. بالنسبه للمقادير اليوم غنحط واحد الوصفه من التراث الشامي المراكشي، كتجي رائعه ولذيذه وبنينه بزاف، هي الخبزه العجيبه او الخبزه المجنونه المعروفه في مراكش. اليوم غنحضرها لكم. بالنسبه غنحط تقريبا 4 صحن، كل صحن كيحتاج بيضه، بطاطا واحده، فرمجه واحده، بيضه واحده. غنوريكم الشكل الرز. ها هو بالنسبه الان غنقول لكم المقادير. عندنا 4 حبات تاع بطاطا، 4 حبات تاع بطاطا راه سلقناهم في الماء، شويه الماء. عندنا هنا المايونيز، بالنسبه لهذا المايونيز تيكون شي شويه خفيف، انتما كتلاحظوا انا صيبته في الدار ما كيكونش ثقيل، بعكس هذا اللي كيتباع راه كيكون ثقيل. وهذا تيكون ثقيل، غناخذوا منه تقريبا 3 المعالق ونمزجوا معاه شويه الزيت وشويه الماء، 3 المعالق الزيت، 3 المعالق الماء، حتى تيخفف لينا الماء. بالنسبه لهذه الوصفه كيكون فيها هذا المايونيز خفيف، والمايونيز هو الاساسي في هذه الوصفه، ضروري كيكون كيستهلك كثير، تيكون كثير تقريبا. غنوريكم الشكل. عندنا لانشون هو على هذا الشكل، يمكن تديرو كاشير حسب متوفر عندكم. انا الزيتون، قطع ديال الزيتون، دوائر الرز خديت هنايا، بالنسبه حيت هذه الوصفه خديت هنايا تقريبا زلافه ديال الرز 250 غرام وسلقتها، صفات على هذا الشكل. البصله بيضه قليله شويه قطعتها على هذا الشكل، رقيقه بزاف. بالنسبه للبصله اللي باغي يديرها، لان كاين صناقات اللي كاين البصله كاين اللي ما كيديروش البصله، 4 الحبات تاع الفرماج، شويه الملحه، شويه البزار، 4 الحبات ديال البيض، من هنا كيتشب. بسم الله. كناخذ هذه الحكاكه، كناخذ هذا المكان اللي غلى وكنحكو فيه بطاطا على هذا الشكل، وبقاو تنكملو كلها اللي عندنا. كاين ياخذ جوج بطاطات، لما كاين الناس افراد في الدار قلال ياخذ جوج بطاطات. تبارك الله، راه هاد السلطه راه غنيه، راه مشبعه، تاخذوها للغدا ولا العشاء، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، راه كتشبع. وحتى الثمن ديالها بالنسبه اللي كتباع في السناقات راه رخيصه، 140 ريال تقريبا بخبيزتها، ولا حتى 160، ما وصلاش هاد الثمن. بالنسبه لي بغيت نديرها في خبزه راه يديرها في الخبز، بالنسبه لي انا بنقدمها في الصحن، لان تبارك الله فيها النشويات والخبز هو عامر الافضل. فضلت انا باش ناكلوها هكا داك، كتجي بنينه ولذيذه، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا ناكلوا. بسم الله. كيف ما سبق قلت لكم بانني انا غندير بالنسبه ليا 4 طباسل، هذه الكميه كتخرج ليا 4 طباسل. هذا هو الشكل ديالها. كناخذ البطاطا كنقسموها هذا الشكل، دائما البطاطا هي الاولى، كتجي بنينه ولذيذه. كندير الطباسل، هاد الكمية ديال البطاطا، كل بطاطا وحدة على هاد، بعد ما درنا البطاطا الآن كناخدو شوية ديال الملح كنرشو فوق البطاطا باش ميكونش هاد الطبق مسوس، كيجي باسل. وكنديرو كذلك شوية ديال الإبزار على هاد الشكل، دائما الإبزار هو. كنصبو شويه المايونيز على هذا الشكل، كيجي دائما هذا المايونيز شويه، لان الطبق كيبغي المايونيز بزاف. كتجي لذيذه 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 لذيذه، كتجي رائعه. اللي جا مراكش، اللي ما ساكنش مراكش وجا مراكش، هذا هو الطبق المفضل عنده، راه معروف. الان كناخدو كنديرو شويه ديال الرز، كنوزعو الرز كذلك، بسم الله. الان كنديرو شويه البصله. بالنسبه لهاد البصله اختياري، كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش، بالنسبه كنختار البصله البيضاء من الافضل باش ما تجيش حاره. كناخذ شويه البصله كنديرها كنوزعها كذلك بشويه، كتجي بنينه واحد المده رائعه، كنوزعها شويه. نعاودو ندير شويه الملحه دائما باش دائما تكون لينا واحد المده رائعه، قريصه ديال الملحه بشويه، ما كنكثروش الملحه. وكنديرو البزار، شويه ديال البزار، اللي كيبغي الحرور يمكن يكثر البزار شويه، هي كتعطي هذا البزار كيعطي واحد النسمه واحد اللذه، كتجي زوينه بزاف. الان كنحاولو نديرو المايونيز. بالنسبه لهذا المايونيز اللي عندي راني درت اكثر من هذا القياس.
بسم الله. الان كناخذوا لانشون كنحكوا كذلك هكاك على هذا البون بهذا الشكل، كنبقاو نحكوا على هذا الشكل باش يجينا خطوط مفرزه. الا بقينا كنديروا هكا كيتعجن لينا الكاشير. اي خضر ولا اي شيء بغينا نحكوا كنحكوا دائما بالحكاكة البيضاء على هذا الشكل. انتم كتلاحظوا كي كيجي حتى الفرماج كيجي مفرز ما كيتعجنش. بسم الله. كناخذوا هذا الانشو بعد ما حكيناه بحال هذا الشكل كنحاولوا نوزعوه فوق الطبق كيجي رائع. حنا كنوزعوا كيجي هذا الطبق راه شهي بزاف 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 وبنين ديال الديد واحد الدرجه ما كتصورش على البال. نجربوه. بسم الله. الان كنعاودو نصبو كذلك مايونيز. كيف ما سبق لي قلت لكم بان هذا الطبق راه كيبغي المايونيز بزاف في الشكل ديالو. بسم الله. الان كنحكو البيض بسم الله. الان كناخدو كنديرو شويه الزيتون كذلك كنزينو به على الشكل. الان كناخدو نص كميه شويه حتى تنديرو البيض. من بعد نعاودو نديرو الكاشير نديرو البيض نزينو بالمايونيز. نعاودو نديرو كذلك الكميه المتبقيه ديال اللانشون على هاد الشكل. كيجي طبق راهي جربوه وكيجي حتى الثمن ديالو راه مزيان. يعني بالنسبه الا بغينا نصايبوه راه تبارك الله راه كثير كيجي رائع. نعاودو نديرو البيض كما كتلاحظوا تبارك الله ربعة البيضات عدت لنا ربعة طباسي كبار. هي كميه رائعه. الان كذلك كنعاودو كنديرو مايونيز كما سبق لي قلت لكم بان هذا الطبق كيحتاج مايونيز بزاف. يمكن كذلك كيرافقو حتى بالمايونيز وكيتشرب. بسم الله. واخيرا كنديرو كيتشوب. يمكن هاد نرافقو هاد الوجبه رائع. يمكن نديرو حتى الحار بالنسبه لهاد الحار نرافقو بالحار على هاد الشكل. الاخير كنعاودو نديرو قليل من الزيتون على هاد الشكل كنزينو به. يمكن ليكم هاد الطبق نعاودو نرافقو معاه صلصة المايونيز وكيتشب اللي بغى يعاود يزيد يزيد. الان كنزينو بهاد الفرماج كنزينو به على هاد الشكل بعد ما قطعنا على هاد الشكل. الشكل النهائي ديال المجنونة كتجي على هاد الشكل كتجي رائعة ولذيذة وبنينة واحد المذاق لا يقاوم. كيف يمكن لينا نقدمها في الطبق كيف كذلك يمكن نقدمها في خبزة كيقدمها حتى الخبزة. ولكن بالنسبة ليا اخترت أنني نقدمها في الطبق فلكم كامل الاختيار. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. هي جربوها بارطاجيوها مع أصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.